استعرض وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب عبد الرحمن بداح المطيري استعراض في المركز الأمريكاني الثقافي استراتيجية المجلس الوطني للخمس سنوات القادمة 2023-2028. الوزير المطيري أكد خلال العرض على حرص القيادة السياسية على صون التراث وإعادة استثمار بما يضمن الاستدامة للأجيال القادمة ودعم جميع أشكال الفنون والفنانين واللي تعتبر أولويات واللي تعتبر من أولويات الدولة وبرامج التنمية. أطلق وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن إبداح المطيري استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2023-2028 في عرض قدمه الوزير المطيري تنمية ثقافية مستدامة وبيئة محفزة للإبداع، وأوضح خلاله تفاصيل هذه الاستراتيجية الهادفة لتطوير الحركة الثقافية والأدبية والارتقاء بكل ما يرتبط بها. ويعكس اليوم اجتماعنا هذه الليلة في هذا الصرح الثقافي دلالة ورسالة مهمة لروادنا ولمثقفينا وللمهتمين وللإعلاميين إن اليوم إحنا مستمرين للاستماع لكم ولي يعني أخذ أفكاركم وملاحظاتكم وتطوير هذه الاستراتيجية حتى نسعى بشكل أشمل إلى سياسة وطنية إلى استراتيجية وطنية يكون منهجية يعني يتخذها كافة مؤسسات الدولة كمنهجية العمل تتناغم بين هذه المؤسسات، وهذا دليل اهتمام وحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظهم الله على صون التراث وإعادة استثماره بما يضمن استدامته للأجيال القادمة. قام على صياغة هذه الاستراتيجية 52 شابا وشابة من الكفاءات الوطنية في خطوة لإشراكهم في عملية التنمية الثقافية والمعرفية وتهيئتهم لمواجهة تحديات المستقبل. ولكن اليوم بمنهجية الاستراتيجية اللي أطلقناها بكفاءات وطنية أشركناها بمساحات وفرناها بإمكانيات شبابنا وما تحملهم هذه المسؤولية شفنا فرص كثيرة نستطيع بإذن الله أن نقتنصها وأن نستثمرها ونحقق بإذن الله كافة تطلعاتنا وأهدافنا إلى التنمية والريادة. هذه الاستراتيجية تمت وتبلورت وانحطت بأيدي وأنامل كوادرنا الكويتية، دربنا فريق متخصص في التخطيط ليعمل في المستقبل على تنفيذ هذه الاستراتيجية ونقلها من النظري إلى العملي، فهم متشربينها حطوا كل طموحاتهم في هذه المؤسسة الثقافية. ماذا نريد من المجلس الوطني للشباب في الفترة القادمة لنعمل على تحقيقه من خلالهم؟ استراتيجية شاملة ذات جوانب ومسؤوليات واضحة حددت النتائج والرؤى المستقبلية ووضعت المؤشرات الذي يمكن من خلالها تقييم الأداء ورسم خارطة الطريق للوصول للغايات والأهداف المنشودة. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.